عادي. عماد ما كانش محظوظ برغم انه اتحرك بشكل رائع رائع رائع. يا عماد مساء الانوار من لندن. يا رب يخليك. طبعا احنا هنا بنعرض دلوقتي لقطات ليك وانفرادات واحمد فتحي ومحمد صلاح، وادي كره احمد فتحي اللي قدامنا اللي انت اديتها له. يعني تعقب وتقول ايه يا عماد على كم الفرص الرهيبه اللي سنحت لنا النهارده دي؟ لا اقول قدر الله ما شاء فعل، يعني ربنا مش بعيد. احنا اللعيبه عملت عليها وحاولت بقدر الامكان لحد اخر دقيقه، وما فيش توفيق مش نصيب، يعني ربنا مش بعيد. الفرص اللي بتضيع دي فرص، يعني العادي ان هي ما تضيعش بالطريقه دي خالص، يعني مستحيل الجون يبقى فاضي والكره تطلع من فوق العارضه، فاكيد ربنا ليه حكمه كده وربنا مش بعيد. فاتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا في الماتش اللي جاي ويكون التوفيق من نصيبنا. يعني خليني اسالك يا عمده، طبعا يمكن انا حتى بعد المباراه الحقيقه بعت لك رساله يعني قلت فيها ان انت كنت النهارده رائع وتحركت تحركات ايجابيه كبيره جدا، ربما الحظ والتوفيق زي ما انت قلت ما كانش معاك. لكن خليني اقف عند اخر فرصه يا عماد هي هتظهر قدامنا على الشاشه، بعد ما رقصت ورحت ناحيه اليمين كان دماغك فيها ايه؟ لا مش هقول بجد، انا الكره يعني خلاص انا عديت من 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 الجول، خلاص الكره بالنسبه لي كانت خلاص شبه منتهيه، يعني سنه بس، هو مش مبرر لكن سنه بس، الزقه من المدافع او اللمسه من المدافع دي خلتني بلعب الكره وانا مايل، فالكره عليت مني، لكن ده مش مبرر، يعني الكره كانت سهله. فربنا مش يعني بص يا كابتن مدحت، يعني في اوقات كتيره جدا بنعمل ماتشات وحشه وبنوصل بكوره بتخلص. النهارده عاملين ماتش كويس جدا وواصلين باكتر من 10 كور او 11 كوره، الكوره مش عايز تدخل، يعني ده حال الكوره، اوقات بتبقى معاك اوقات بتبقى ضدك، يعني فيمكن ربنا يشيل لنا خير الماتش اللي جاي ويبقى يعني كده كده احنا كنا محتاجين الماتش اللي جاي، ده شيء طبيعي. ايوه لكن يمكن ربنا يشيل لنا خير الماتش اللي جاي، ربنا يكرمنا يكون التاهل ليه طعم ثاني. طيب خليني برضو مع الكرة دي يا عماد، هل انت فكرت تلعبها ببطن رجلك ولا واخد القرار بوش رجلك؟ ما لعبتهاش بوش رجلي، لعبتها ببطن رجلي، بس هي وانا بقع يبان ان هي اتلعبت بوش رجلي. اوكي. لا لعيبه جت يعني من فوق في بطن رجلي، من فوق مش من تحت، فعشان كده عالي. من ناحيه عظمه الصباع الكبير. فعشان كده عالي. عشان كده عالي بالظبط بالظبط، لانه انا وانا قاعد حتى بتفرج وانت بتتحرك بيها قلت حط بطن رجلك يا عماد، فلكن انت اتخذت زقه بسيطه قوي دي حركت رجلك. بالظبط، يعني انا لو انا واقف على رجلي كان هيبقى هتحط بكل سهوله، كنت هحط بطن رجلي بالراحه جدا، ما كانش هيبقى عندي مشكله خالص، يعني الجون اوريدي كان فاضي، لكن الميله اللي انا ملتها دي هي اللي خلت الكره تعلى مني. زي ما بقول لحضرتك كابتن مدحت، يعني الكره لما تكون عايز تدخل بتدخل لوحدها، يعني بتبقى يعني بتبقى متشاطه قد كده وضعيفه جدا والكره بتدخل. يمكن محمد نصر وانت بتكلمني يا عماد دلوقتي جايب لك لقطه لكاس العالم للشباب لو تفتكر، نفس الكوره وهي وحطيتها ببطن رجلك على يمين الجول. مظبوط مظبوط. فاكرها؟ اصعب كمان يمكن. طبعا يمكن دي كانت اصعب كمان امام انجلترا. اصعب كده. دي كانت اصعب كتير لان ما كنتش واقف على رجلي وكان في احتكاك وكنت لوحدي في وسط عدد من اللعيبه. لكن يعني ما هرجع اقول لحضرتك، هو ربنا رايد كده وربنا ليه حكمه في اللي حصل النهارده. ما بس يعني مش هقدر اقول غير ان احنا نتمنى ربنا يكرمنا في الماتش اللي جاي. نعم. ونحقق المكسب، لان احنا ما قدمناش حل، ما قدمناش بديل غير المكسب امام بيلاروسيا. بس يعني عماد بيحب يخلي الناس كل شويه تفتكره، يعني فالناس لما بتصدق طبعا. لا بالعكس بالعكس، انا اختلفت مع بعض الاستوديوهات التحليليه. انا طبعا جبت النهارده لفيت على معظم الاستوديوهات التحليليه، يعني وكانوا محللين معظمهم مصريين قالوا انه لعيبه مصر كان كل واحد قدام المرمى عايز يلعب لنفسه، بالرغم ان انا مختلف تماما من وجهه النظر. اقول لحضرتك حاجه، احنا النهارده عملنا ماتش يمكن احسن ماتشات اللي لعبناها، دي حقيقه، مباراه مفتوحه، اللعيبه كلها كانت في حالتها واللعيبه كلها عامله يمكن شوط ثاني على اعلى مستوى. ان احنا نوصل بكم الفرص الرهيبه دي فده معناه ان احنا كنا كويسين جدا في الملعب، كنا مبسوطين في الملعب، لكن زي ما بقول لحضرتك التوفيق من عدم دي حاجه مش بتاعتنا خالص، حاجه مش بايديا. انا كان عليا نفسي كل كوره بوصل بيها لنص الملعب ويجيبها جون، يعني ان كان عليا شيء طبعا مش هبقى عايز اضيع فرصه زي دي خالص، ولا اي لعيب في الملعب عايز يضيع فرصه. ولما اكثر من لعيب بيضيع فرص في مباراه واحده فده دليل ان مفيش توفيق، غير لما يكون لعيب واحد، ممكن يبقى اللعيب نفسه هو اللي مش موافق. انا كنت مدحت، لكن لما يكون في اكثر من لعيب فده معناه ان الفرقه كلها مفيش توفيق. وبقى نتمنى ان يكون نصيبنا الماتش اللي جاي.
ان شاء الله. هو طبعا ماتش يعني هو، انا بس انا عايز اوصل معلومه بس يعني اي حد فاهم كوره او اي حد لعب كوره هيفهم اللي انا بقوله. اي حد مش فاهم كوره وما لعبش كوره مش هيفهم ولا كلمه من اللي انا بقولها، وهيعتمد على رايه وعلى اللي هو شافه. ودي وجهه نظر تحترم، بس احنا بطبعنا بناخد اي حاجه بسخريه، بناخد اي حاجه بطريقه انا فاهم. ما بنحترمش الناس يعني، احنا بطبعنا ما بنحترمش الناس. او بقينا كده دلوقتي. عماد متعب كان جاب الكره الاخرانيه، كان احسن لعيب في العالم وعمل ماتش النهارده جبار. عماد متعب ضيع الفرصه، فعماد متعب لا يعني ده مش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. احنا ما عندناش وسط، وما بنعرفش نقيم الامور، او بعض الناس ما بتعرفش تقيم الامور عشان اكون واضح وصريح. بعض الناس ما بتعرفش تقيم الامور، فاتمنى الناس تقيم الامور وتشوف اداء الناس في الملعب. المهاجم دوره ان هو يجيب جوان، مفيش مشكله، ممكن يبقى يومه وممكن ما يبقاش يومه. انا في ماتش مازيمبي جبت جون ملوش اي معنى، انا شوت الكوره من بره 18، لو في سوريا لو في طفل في الجون كان هيصدها والكوره دخلت. وفرص كتير يعني، حاجات كتير جدا جدا في مواقف كتير للعيبه كتير جدا. النهارده ربنا مش فايد، خلاص ممكن نقول ان احنا عملنا ماتش كويس، ضيعنا فرص كتير جدا، لكن ربنا مش فايد. مفيش توفيق، لكن رعونه، دلع، تهريج، محدش عمل ده خالص، محدش في الملعب اثر خالص. الناس كلها كانت هتموت ونفسها تكسب، كل واحد كان بيروح بفرصه نفسه يجيبها. لكن دي حال الكوره، فمحدش يقنعني ان انا ممكن اكون في الدقيقه 91 بتجي لي فرصه وجون فاضي يكون عندي. انا لو عايز اطلعها من فوق العرض مش هتطلع بالشكل ده يعني. انا لو لو انا مدافع وعايز احطها من فوق العرض مش هتطلع بالشكل ده. صحيح. نفسي بس يبقى الامور تتاخد عندنا، يبقى في وسط. يبقى في وسط، لكن احنا عندنا يعني دلوقتي الكلام على الناس اللي راحت، الناس الكبيره والناس الصغيره، ويعني ما بنعرفش، او بعض الناس ما بتعرفش تقيم الامور خالص. فاتمنى بس كل اللي بتمناه تستنوا لحد ما نخلص البطوله وبقيموا زي ما انتوا عايزين تقيموه، قولوا كل اللي انتوا عايزين تقولوه. بس لا انا عايز اقول لك يا عماد انه يعني اما نيجي نقيم اي مباراه، احنا بنقيم المباراه اولا الفريق شكله ايه في الملعب. انا ما بتكلمش على حضرتك كابتن، انا بتكلم. لا انا عارف انا فاهم. انا فاهم انا فاهم يا عماد. لا انا فاهم، لان انا ابديت وجهه نظري في البدايه يعني. حجم اداء الفريق وشكله في ارضيه الملعب، فرص التهديف اللي اتيحت، هل فرص كتيره ولا فرص قليله، قدرته على الدفاع الصلب، دي كلها امور بتخش في تقييم صح. اي فريق النهارده اتخلقت فرص تهديف، بما يعني ان الناس كلها بتتحرك. ما مش هتجيلك فرصه زي اللي انا شايفها قدامي دي او غيره الا اذا كنت انت اتحركت في المكان الصح وبذلت مجهود وكذا وكذا. فيعني خلينا نقول انه من اجمل المباريات الحقيقه الشكل اللي قدامي ده واللي انا شفته النهارده على مدار 90 دقيقه، من اعظم مباريات منتخبات مصر على الاطلاق على الاطلاق هذه المباراه. لكن بالفعل التوفيق غاب عنك، وغاب عن احمد فتحي، وغاب عن ابو تريكه، وغاب عن محمد صلاح بغرابه شديده. قول لي كابتن هاني رمزي بعد الماتش قال لكم حاجه يا عماد؟ لا مش فجأة، لان احنا عندنا لسه في مباراه كده احنا كده كنا محتاجينها، سواء النهارده كنا كسبنا يعني. كان الحاجه الوحيده اللي تخلينا مش محتاجين المباراه اللي جايه ان احنا كنا نكون خسرنا النهارده، لكن الحمد لله احنا ما خسرناش. فالنقطه دي خلت لينا فرص موجوده، وكمان بعد خسارتهم النهارده من البرازيل كمان في الفرصه موجوده. ان شاء الله ربنا يكرمنا اي نتيجه، اي مكسب في المباراه اللي جايه باي نتيجه نصعد للدور الثاني. وان شاء الله ان شاء الله ده اللي احنا هنعمله، ده اللي احنا هنركز عليه في الفتره اللي جايه. واللعيبه زي ما بقول لحضرتك كلها مركزه، وكلها شيء طبيعي متضايقه وحزين عن ان المكسب النهارده ما قدرناش نحققه، لان كان قريب مننا جدا. نعم. لكن نتمنى ان شاء الله ان التوفيق يكون من نصيبنا في الماتش اللي جاي، ونكون يعني موفقين بالنص فرصه نقدر نحقق المكسب، لان فعلا احنا محتاجين ان احنا يكون التوفيق من نصيبنا، لان دي من الحاجات المهمه جدا في الكوره. ممكن نعمل كل حاجه في الكوره والتوفيق مش معانا زي النهارده، فما ما قدرناش حقق المكسب. فاتمنى ان يكون التوفيق من نصيبنا، واتمنى الناس تدعي لنا وربنا يكرمنا في الماتش اللي جاي يا رب ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بعودتكم لمصر، هل في جديد عندك يا عماد عرفته او حاجه؟ لا والله كابتن لسه مفيش اي جديد خالص، ما نعرفش لغايه دلوقتي خالص. لا لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها، انا ما عنديش اي معلومه خالص عن اي حاجه، وما عنديش اي تفكير عن أي، يعني ما عنديش اي فكره عن اي حاجه بس. طيب خلينا نقول انه كان النادي الاهلي على معلوماتي حجز لكم النهارده 9 بالليل، وبالتالي انتم ما سافرتوش وفقا للكابتن هاني رمزي. انتم في النهايه لعيبه كوره بتاخدوا تعليماتكم من الجهاز اللي موجود معاكم يعني. انا هو لو مفيش حاجه نقولها يا كابتن، هو مفيش اي حاجه النهارده خالص، اي حاجه هتكون بكره. ومفيش حاجه النهارده خالص يعني، لو في حاجه هتحصل كانت هتكون بكره، فاحنا لسه كانت هتكون بكره. بكره
اصلا. كان هيكون بكره الساعه كام يا عماد المفروض؟ المفروض 3 على ما اعتقد. 3 الظهر. لسه ما عندناش. طب كابتن هاني ما قعدش معاكم وما اتكلمش معاكم في المنطقه دي خالص؟ لا احنا بره القصه دي خالص. انا فاهم انا فاهم لكن ما قالوش. لا 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 هو الكلام بين النادي والمنتخب وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل، يعني ايه الانسب وايه الاصلح للمنتخب واللعيبه ويتعمل ان شاء الله. طيب خليني اسالك سؤال كده شخصي يا عماد. باحساس لاعب كره القدم، انتوا طبعا ماتش بيلاروسيا يوم الاربع، ماتش تشيلسي يوم السبت. مظبوط. انت كلاعب كوره نفسك ايه اللي يحصل بره الاتفاقات؟ انا فاهم ان دي مش بتاعتك وان دي اتفاقات بين اداره واداره، انت كلاعب كوره. ما انا اقول لحضرتك يا كابتن، يعني انا اي كلمه هتتقال لا هتتحسب عليك. فانا ما اقدرش اتكلم خالص. عندك حق. احنا بعيد تماما عن القصه دي، احنا يعني سايبين القرارات للمنتخب وللنادي، والقرار هيتاخد احنا هننفذه، لان احنا في الاخر لعيبه كوره بننفذ تعليمات. طب سؤال تاني يا عمد، انا مقدر اجابتك دي، لكن سؤال تاني، لو لعبت ماتش الاربع وركبته يوم الخميس الطياره على ان انتوا تلعبوا ماتش السبت، هل هتحس ان انت عندك اجهاد ولا المساله يعني انتوا متعودين على الحاجات دي؟ يعني اقول لحضرتك يا كابتن، هو احنا سافرنا كتير ورحنا ورجعنا ولعبنا، يعني فتعودنا على القصه دي، بس هي الفكره كلها هي وجهات نظر، يعني ممكن تتحسب حسبه ثانيه. طب احنا لو كسبنا الاربعه وصعدنا للدور الثمانيه، طب ما هيبقى في مباراه امتى؟ هيبقى تبقى بعدها بثلاث ايام، وكل مباراه كل اللي هو يوم السبت. اليوم السبت هو يوم ماتش تشيلسي. يوم ماتش تشيلسي، فهي الفكره هتحسبها في كده يعني. والمبدا احنا هنا ولا هناك، دي حاجه احنا مش عارفينها، بس مش اكتر يعني. هي دي النقطه. نعم. ان احنا يبقى نبقى هنا مكملين او ان احنا نرجع النادي الاهلي، فده دي حاجه يعني كابتن هاني رمزي وكابتن حسام بدري يتفقوا عليها ويقرروها، وكل يعني هم كل واحد شايف من وجهه نظره ايه الانسب ليه في الفتره اللي جايه وهيعملها يعني، بس ان شاء الله كل حاجه تتم بالاتفاق، ما كنتش فيها مشاكل خالص. والامور تمشي بشكل كويس اتمنى يعني، لان في الاول يا رب يا رب. ابو تريكه ما تلقاش مكالمه مثلا من هنا ولا حاجه من الكابتن حسام البدري او حاجه؟ لا ما احنا 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 المكالمات اللي بتجيلنا كلها ان احنا لسه الناس بيتكلموا مع بعض وهيقرروا، لسه مش اي قرار خالص. لسه لغايه دلوقتي. بس لسه مش اي قرار خالص لحد دلوقتي يعني. عموما يعني انت مركز في المكان اللي انت هتكون فيه انت وابو تريكا. احمد فتحي اعتقد ما عندوش مشكله. لا احمد عشان عنده انذارين، هو كيكا اوريدي بره ماتش تشيلسي فعنده انذارين، فما اعتقدش انه عنده مشكله. موجود القصه ما بينك انت وابو تريكا فقط لا غير. المفروض ده برضه اللي انا اعرفه، ان المفروض طبعا 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 وبيني وبينك انتوا الاثنين هتفرقوا جدا، سواء هنا او هنا، سواء هنا او هنا. ما يعني هو الوقت فعلا الوقت كان الوقت صعب جدا، يعني بطوله كبيره جدا هنا وفي نفس الوقت بطوله كبيره جدا في مصر. يعني الحسبه بتاعتها صعبه جدا، فمش عارفين والله نعمل ايه يعني. لا خلاص انت زي ما بيقولوا عبد المأمور يعني. اتمنى ان شاء الله ان يكون القرار الانسب لينا يعني ان شاء الله يتاخد ان شاء الله يا عماد باذن الله.